يقتل وادي دجله في الدقيقه الاخيره بهدف قاتل اعاده لهم مره اخرى لجماهير الزمالك في المدرجات. خليني اقول لكم كواليس مباراه الزمالك ووادي دجله اللي كانت ناريه النهارده من البدايه كده. طبعا النهارده كابتن ايهاب جلال اول لما نزل راح مسلم على كابتن طارق العشري، كان في حاله ود ما بين الجهازين كده، لكن كانت في حاله شده قويه جدا بقى على الجهازين، سواء جهاز وادي دجله او جهاز الزمالك. النهارده جهاز وادي دجله بالكامل كان في منه اعتراض بشكل قوي جدا من لعيبه حتى المدراء بتاعه على قرارات الحكم، بسبب يعني كانوا محتاجين ضربه جزاء كده، كانوا بيعترضوا على الحكم اللي هو ازاي ما حسبهاش. كان في شده قويه جدا باينه من وادي دجله، وكان في شده بقى باينه على كابتن طارق العشري. طارق العشري النهارده كان بيتحرك على الخط كده، يعني عنده احساس ان هو خلاص هينزل يلعب مع اللعيبه. طبعا النهارده كابتن ايهاب جلال كان باين في شكل هادي كالعاده، كان وده اللي كان باين عليه. فحتى في اخر اللقاء لو كلمتكم على الجمهورين، جمهور الزمالك النهارده يعني لحد الدقائق الاخيره كان واقف وكان مصدوم وكان مش عاجبه الاداء اللعيبه خالص، وكان واقف زعلان جدا. لكن جمهور النهارده وادي دجله من البدايه كده جايبين واحد بمزمار معاهم وما فصلوش طول الوقت كده، يعني هتافات وتشجيع لفريقهم. النهارده كانت الاجواء سخن قوي، لكن سخنت اكتر بقى في الدقائق الاخيره اللي احرز فيها الزمالك الجول القاتل بتاعه. النهارده الكابتن ايهاب جلال اول لما جول الزمالك جه وقف كده على الخط، يعني ما كانش مستوعب ان ده جول، حتى كان رد فعله باين، وبعد كده قام جاي نازل وسجد. كان فيها فرحه هستيريه بقى في المدرجات عند جماهير الزمالك في المقصوره. بعد اللقاء بقى حصل شده كده خفيفه ما بين جمهور الزمالك وجمهور النجله. جمهور الزمالك يعني هدف كده اللي هو يعني انستونا نورتونا، وده اللي استفز جماهير وادي دجله. لكن جماهير وادي دجله خرجت على طول وطلعت من الملعب على طول. النهارده الاجواء بعد الماتش برضو جمهور الزمالك فضل يحيي ايهاب جلال كده بشكل قوي جدا، وايهاب جلال كان واقف بيسجل مع القنوات الفضائيه فوقف وحياهم. يعني جماهير الزمالك ما خدتش النهارده الملعب الا بعد الاحتفال بشكل قوي جدا 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 على غير المعتاد. طبعا كان في فرحه هستيريه بالجول القاتل دوت، كان ليه طعم تاني عند جمهور الزمالك النهارده مليون مبروك لجمهور الزمالك اللي بيواصل انتصاراته مع الكابتن ايهاب جلال وهارد لاجل وادي دجله وفريق وادي دجله.